أهلا، مساء الخير. اهلا، مساء النور. مساء الخير يا شيخ. مساء الفل يا فندم. انا عندي بس سؤالين كنت عايزاهم، بس بعد اذنكم ممكن محدش شئت عن التليفون. قولي قولي. حاضر. اول سؤال، انا ليا جاره جنبنا في العماره عماله تطلع اكل للقطط وتعمل، فلما قطط الشارع كلها في البسطه بتاعت الشقه، ماشي. فاحنا بنخاف من القطط، والقطط بتنط علينا وبتترمي علينا، ونفتح مثلا باب الشقه لها بتجري وبتعمل، فاحنا كذا مره نكلمها بالود وما ينفعش ومش ما ينفعش، وبتخربش مثلا ولاد اخواتي لما بيجوا وكده، بيطلعنا ان احنا كفره، استغفر يعني الله. مطلعنا ان احنا مش يعني ما بنحبش نعمل اي حاجه ومش عارف ايه، وبدل ما تطلعوا انتوا اكل تروحوا انتوا شايلين الاكل طب وعاملين مشكله. حضرتك طب يا هي فندم، الديانة، حضرتك الشقه الوحيده اللي بتشتكي ولا كل العماره؟ هما بيخافوا منها، ان انا حتى مكلمه اصحابي البيت يقول لنا مالناش دعوه، هي الصنحه طويله ومالناش دعوه، تمام. فانا مش عارفه اعمل معاها ايه. وهل احنا لما مثلا بنشيل اطباق الاكل ونشيل الحاجه، هل ده احنا علينا وزر في حاجه؟ السؤال التاني بقى، بتشيل اطباق الاكل تبعدوهم عن العماره صح؟ ما احنا بنقعد نقول لها طب لو انت عايزه تربي قطه، ده هاتي قطه، تقول لك لا ما بحبش القطه، طب انزلي مثلا على الشارع على جنب. اللي في ناس بتعمل كده الصبح كل من صح، مثلا الساعه 7 8 بتعمل لهم اكل، طالما انت عايزه تعملي ثواب تقول لك لا، فهي دلوقتي ازيانه. ماشي، حاضر. ادي اول سؤال. تاني سؤال، انا ليا مرات اخ مش كويسه خالص، مش كويسه خالص، وبعد وفاه والدي انا بقى لي والدي سنه ونص متكلمه علينا، وبتقعد تسجل لنا مثلا احنا في قاعده، ماما مثلا بتشتكي من حد من اخواتي، تروح هي تبقى قاعده وتلاقيها مثلا مسجل لنا، او بتخلي العيال تسجل لنا واحنا قاعدين، وماسكه علينا حاجات وعامله ومسويه. فدلوقتي احنا مقاطعينها واحنا ما بنكلمهاش، وهي بمعنى اصح مقاطعانا ومش مخلينا نعرف طيب العيال ولا اخوكي موجود. أيوة أيوة. اخوكي موجود، اخويا موجود، بس اخويا شخصيه ضعيفه جدا، هي سلبي. اقوى منه. طب انت مقاطعاها يعني ما بتكلميهاش، بس بتكلمي اخوكي؟ بنكلم اخونا وكويس معانا، بس مش زي الاول لما مثلا بيشوف اخواتي موجودين بقالهم بيتضايق، كذا مره نتحايل عليه ان هو يجيب العيال، ما بيجيبهمش. ما هي يعني احنا كذا مره كده، والحوار ده من ساعه ما اتجوزت، يعني ساعه ما بابايا عايش. حضرتك متجوزه ولا قاعده في بيت؟ لا انا قاعده مع مامتي. تمام يا فندم، حاضر حاضر. دلوقتي يعني انا ابن اخويا هيعمل عمليه اللوز، واحنا ما بنكلمهاش ولا بنكلم اهلها ولا بنكلم، هي وهو قاعد في بيت ابونا. حاضر. فانت مش عايزه تروحي عايزه تروحي تزوريه يعني ولا ايه؟ ولا بتسالي؟ طيب خلاص، طب هي الموضوع وصل. حاضر. طيب فكره بس القطط، عشان بس ايه، محدش مهم. ضد الرحمه بالحيوان. أيوة. أيوة. انما في ناس عندها فوبيا من القطط، غلابه، دول ده عندهم مرض، عندهم هم غلابه، يعني في مرضى بيترعبوا كانهم شايفين اسد قدامهم واعرفهم شخصيا. والقطط كمان اللي مش مطعمه او مش محميه بطريقه طبيه معينه تجيب ففكرة امراض. ان انا مثلا واحده ما بخافش من القطه لو مشت، انما لو القطه نطت عليا هترعب. يعني انا واحده ما اقدرش قطه تنط عليا او تجري بين رجلي، بخاف. او الاطفال. فالفكره بس ان احنا الرحمه بالقطط مش معناها ان انا، وطبعا الراي ان انا اذي برضو الجيران يا فضيله الشيخ. ده كلام صح. فهي تتعامل ازاي من غير ما تاذي برضو القطط؟ لا ضرر ولا ضرار. والقاعدة الأصولية الفقهية بتقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح أو المنافع. يعني أعمل إيه يا فندم؟ يعني أجيب بديل. البديل إيه؟ هحط الأكل للقطط في الشارع قدام العمارة تحت. أيوة. ما احطهاش على السلم، لأنها أعزكم الله تترك رائحة غير طيبة. لا، القطط ريحتها كويسة، بس لا ده المشكلة ما هو القطط اللي بتتنظف، اللي هي لا القطط الشارع نظيفة وبتنظف نفسها ومش عارفة إيه، الفكرة بس في كترهم في المدخل. في الرعب. كترهم في المدخل ده، وبعدين الناس بواقي اللي الاكل بتخاف نفسها وهي بتعمل ريحه. خارجه وداخله بتتبهدل. هي يا فندم هي بتعمل خير، خدي بالك بس. بس الخير ده بمنكر. فانا اعمل خير بس بدون ما اذي حد. ما اذي حد. بدون بص يا فندم، حريتك تنتهي عند حريه الاخرين. الاخرين صحيح. انت بتعمل خير بس ما تخلوش، ما تعملش سيئه بقى، ما تضرنيش انا. بس هو ده. هي بس دي مش قسوة ولا حاجة. تاني وتالت ورابع بالراحة مع الست، معلش يعني احنا ولو الست على راسنا تسمعنا او اي واحدة زيها تسمعنا على راسنا، بس في ناس بجد بتخاف ننقل بس القطط في حتة بعيدة شوية قدام العمارة تحت. احنا كان اختي برضو عندها فوبيا شديدة من القطط، فاحنا عندنا قدام كل بيت في الباسكت بتاع الزبالة. فالقطط بتحب تقف في الباسكت ده، كل اللي عملناه اننا نقلناه بعيد عن الباب بس وخلاص، خلصنا بس. الموضوع انتهى. نقلناه بعيد عن الباب. القطط زي ما اتعوديها بتعمل الاكل، ما بنحطش الاكل في المدخل، خلاص هم اتعودوا، وزي ما بيتعودوا بتمشي بيعملوا بيعملوا صح. بنحطه بعيد،
خلاص الموضوع خلص. هو لا ما يبقاش برضه وانا يعني يعني غية ان انا التانية دي تفضل مرعوبة. بص يا فندم، هو الموضوع ما يبقاش فيه بس عند جيران خالص، ما نعملش مع بعض، يبقى كده مش حسنات ولا نتريق ولا اقول انها ان فلانة اللي بتخاف من القطط دي ما عندهاش رحمة. لا هي عندها رحمة، لا لا. بس هي كمان يعني خارج ارادتها. بص يا فندم، لو بتأكل القطط لله تحافظ على الناس دول برضه لله وتأكلهم تحت، انما لو بتأكلهم عناد يبقى ده مالهاش ثواب، ولو هي عايزة تنزل القطط برضه عناد يبقى ده تعمد. ماشي. هي لله. طيب، وهيك قلت كلمه لخصت حريتك، تنتهي عند حريه الاخرين. نعم. طالما الناس خايفين ومأذيين ننقلهم بس حاجه بسيطه، كم متر. أيوه. كم متر مش هيتاذوا والله. صح. طيب، مرات الاخ اللي بتسجل او بتعمل او عامله فيه شويه اذيه بينها وبين وماسك عليهم حاجات وبتاع وقصه كده. بص يا فندم، هقولها ودي كانت مفاجاه النهارده. في ناس البعد عنهم غنيمه. دايما بقولها. واحيانا ناس بييجوا يشتكوا لي يا فندم، فبقول لهم لا ابعد عنه. يقول لي يعني هجره؟ اقول له ايوه هجره. احيانا الهجر يا فندم بيبقى سنه. بتتكلم جد؟ ده ربنا قال للنبي خاصم النبي. والله قال له النبي يعني ايه؟ نفسه هم يسلموا ونفسه يوحدوا الله ونفسه يتبعوا الاسلام. فربنا جل جلاله قال للنبي واهجرهم، بس بشرط هجرا جميلا. ايوه يعني بتخاصم، ده انا خاصمك وخاصم اهلك طالما انت بتاذيني، طالما انت بتضرني. بس هجرا جميلا بمعنى هجرا جميلا يعني لت... يعني احنا لا تقرصيني لا تقرصيني ولا عايز عسلك بس كده يعني. ايه اقضيها امثال؟ يا احمد اصبغ دعاء فاروق الله يسهل لها كذا كذا الله يصلح حالها. وانا ممكن اكون طهقان بس. طيب. الله يبارك لك. هي تكلم اخوها وتسال على اخوها، هو ده رحمها، وتود اخوها، ده الرحم بتاعها. والمشكله زي ما دايما بقول رمانه الميزان هو الاخ هو الزوج. فانت بالله عليك شيلي ايدك عن مرات اخوكي، انا ما سمعناش الطرف الثاني. شيلي ايدك عن مرات اخوكي وليكي علاقه باخوكي وولاد اخوكي. مرات اخوكي سيبيها في حال سبيلها، الله يسهل لها في بيتها وفي حالها.